الوزن ديالي هو 250 كيلو والوزن خيالي والسن ديالي كما كتشوفوا راه 20 سنه وهذا الوزن داني في السن ديالي تقريبا 12 عام ولا 13 عام وانا ديش كنغلط واحد عندي مشكل هو واحد المكملات كنت نشوف لاصال بيريموم اللي داروا هذه الحاله بروتينات وفاش درت التحاليل لقيتهم هما اللي دايرين لي هذا المشكل وبقيت الاعراض الجانبيه بقات ما بقاش مع المده بقيت نتزاد ما على باليش انا كناكل بزاف الحلاوه مع ما نولف الحلاوه ولا كنولش كنتزاد القياس في كل شهر كنتزاد 20 كيلو 15 كل شهر لا ما كنقدش على الريجيم والو كنديرو سيمانه كنحيدو كنحيدو كنرجع الدوبل داكشي طيح راه طيح 6 كيلو نرجع في سيمانه 12 كيلو مدرسه كما قلت لك مدرسه راه حبست عليها هاد العام ما كملتش عندي خاصني نعاود داك العام وقع لي مشكل وهاد العام عاودتاني غنعاود كما كتشوف في الطاوله ولا بحال دير باك مهني السونتر خاصك تطلع السده وغير ديال الحديد كما كنخاف من ولي طيح مع الوزن ديالك خاف نولي منزل شي ما كاينش شي حاجه وحبست من المدرسه على حساب الطاوله شي طاوله ما كتجي قدي شي طاوله كما كانت واخا كبيره تما ما كتجيش قدي والو ما كندخلش فيها لا في المشيشة ولا ماش ندخل بالمستاسه قاسم بعيد كنعيا مش كنحبس كندخل عرقان القاسم الناس داخلين انا قلت لك ندوش كندخل عرقان ونهيج بزاف وكنسخاف قلبي كيبقى يضرب 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 كنعيا درت بناقص كنبقى مريحه في الدار نحس النهار كامل الطاكسيات والطوبيسات ما كيوقفوش ليا كيشوفوني كيزيدوا طاكسي احمر لا وقف لك لا طاكسي بيض كما كان ما كيوقفوش عقدني في نفسي نظرة احرمني من دراسة كنت بغيت تخدم ما كنت واحد ما كيقبلك انت في الخدمة تبغي شي حاجة تعدي بها والو كلشي كيقول لك لا انت غليظ سمح لي انا سير كيحتقروك يقول لك انت غليظ ولا هذه راه ما خصهمش عندنا واحد المجتمع حنا شوية كيحتقر الواحد واحد الفئة عندنا شوية قاصحة عندنا المجتمع ديالنا قاصح احراج وفي كل شيء والله ما كنبغيش نخرج للزنقه لا اي واحد كيعايرني كما كان غلايه شو قداش كيضحك ولا كان شي واحد غادي مع شي وحده صديقه ديالك بقى شو كيضحك فيها عباد الله باش يضحك كيضحك فيا يعني كنقول لها شوفي شوفي قداش مشاكل كيبكيني كيضرني في خاطري كنبقى صاور جاك نجي للدار كنبقى ندير القران في ودني ولا شي حاجه وكنبقى نبكي والله وفي الصاله ديالي كنبقى راحتي في الصاله كنبقى نصلي جالس المهم كنبغي نمشي للجامع كيبقى يشوفو فيك في الجامع والثاني كيبقى يقولك شو داك النهار مشيت للجامع بقاو كيحتقرو فيه كيصلي جالس من تما مبقاش مشيت للجامع كنصلي في الدار كيبقى فيه الحال نطلب شي مساعدة و يساعدني شي طبيب ولا شي مسؤول يعاونني باش يعتقدني ولا دكتور تازي يساعدني يدير لي شي عملية ولا شي حاجة باش نضعف نولي نرجع نكمل قراية شي هادشي اللي باغيني والله ونفرح ديك الميمة معذبة والواد راه معذبهم راه معذبهم في الجحيم وانا حياتي ضاعت ليا راه كما كتشوفي راه شي طريق راه كنتمشى بزز حتى الحوايج ما كاينينش والله ما كاينين حوايج قدي بالله ما كرهتش اللي عالجني شي واحد ونحقق امنيتي انا ونكمل قرايتي ونوصل داكشي اللي بغيت والله ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام